هعمل معاكم دلوقتي ألذ وأطعم وصفة جمبري مع لسان العصفور. تعالوا نشوف إيه هي المقادير. عندي لسان عصفور محمص ومسلوق، عندنا الجمبري، عندي الثوم، الكمون، البابريكا، ريحان، بودرة، عندي بصل أخضر، ليمون بلدي، عندنا الشبت، زيت الزيتون، والفستق المطحون. أول حاجة عايزة أعملها هجيب هنا كده الجمبري بتاعي، وإيه هديله تتبيلة سريعة، شبت، كمون، بابريكا، والثوم، وإيه الأعشاب بقى بتاعتنا الحلوة، وهديله هنا كده الليمون، والملح. الله، يلا وهنقلب التتبيلة. عايزاكم طبعا تتبلوا قبلها بساعتين ثلاثة او بيوم وفي التلاجة. اهو شوفوا بقى الجمال والحلاوة. وهجيب هنا شوية الزيت وهنزل، اوبا، يلا مش هياخد وقت خالص، شايفين؟ هاجي في الحلة هحط شوية زيت ونقطة الثوم الايه الفاضلة والبصل الأخضر بتاعي الجميل، شوية شبت، وإيه أشوح اللسان العصفور المسلوق. أهم حاجة حمصوه قبل ما تسلقوه علشان يدينا الطعم الحلو. وهقلبه بس تشويحة كده سريعة، شوفوا جماله، هديله رشة ملح خفيفة، وهنقلب تقليبة كده، وهجيب طبق التقديم بقى بتاعي. يلا شوفوا بقى الجمبري وجماله، تتبيلته بتكون جنان. يلا هاجي كده وهجيب هنا كده لسان العصفور بتاعنا، بصوا الحلاوة. وهاجي هنا الجمبري بتاعنا قرب يستوي خلاص، أول ما بيعمل السيخ بيكون قرب، بس عايزة أبقى مشوياه على الناحيتين، وطبعا تتبيلته لا يعلى عليها، فلما يتحط على لسان العصفور هتلاقوا نكهة وطعم حلو قوي قوي، فهتتبسطوا كده وايه تتمزجوا بيه. والعزومات بقى بتبقى عايزة شوية شياكة وحركات، فهنشيك الكلام ده بايه، بالفستق المجروش. فستق بيبقى حلو قوي 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 مع فواكه البحر عامة. اهو شوفوا شوفوا بقى الجمال ده، يا سيدي يا سيدي يا سيدي. وهديله رشة كده من الفستق المجروش، يطعم ويشيك الكلام كله.